يطلب من السيد المكلف بتشكيل الحكومة السيد الياس الفخفاخ وأترجاه أن يحيد هاته الوزارة وأن لا يترك الشباب والرياضة في يد خاصة أحزاب ستسعى إلى تحزيب هذا الشباب أو توظيف الرياضة. وذا يراه اللجنة الدولية الأولمبية ترفضه، ونحن في تونس كلجنة وطنية أولمبية سنقاومه بقوة. أرجوك السيد المكلف بتشكيل الحكومة لا توقع بنفسك ولا توقع بنا ولا تحدث وتخلق لنا مشكل زايد، احنا ماناش ناقصين. وكانك تعدي في مساج مع الشخصية ولا اثنين مقترحين لي اي ماذا بيا الاسماء اللي سمعتها اغلبها ماذا بيا انا ماذا بينا ما نشوفوهاش في الوزارة، خاصة اللي مازالت كي تعدات في الوزارة لانهم تعبونا في التعدية وباش يزيدوا يتعبونا في الجاي وباش يتعبوا رئيس الحكومة. اليوم هاتي الوزارة قاعدين يلوحوا بها عند اللي يفهم واللي ما يفهمش، ونقعدوا احنا العائلة الرياضية نقسيو.